بغينا نسولك على واش هذه هي اول مشاركه ديالك في هذا المهرجان ولا فايت عندك شي مشاركه قديمه؟ في هذا المهرجان بالضبط اولا معكم قدم امل الاحمري اللي كتمثل الصربه النسبيه ديال مدينه القنيطره. الصربه ديالنا حائزه على عده جوائز من بينها الجائزه الذهبيه الميداليه الذهبيه بالبطوله الوطنيه اللي كانت كتقام دار السلام، كذلك كاس الحسن الثاني. ومرحبا بينا معكم وتبارك الله عليكم لان بكم باش كل شيء يعني كيوصل لواحد الصدى كبير. بالنسبة للمشاركة ديالي في مهرجان بالوما اللي تبارك الله ما عليا إلا النوه بالتنظيم، أنا جد فخورة أن عندنا مهرجانات ديال تبوريدة بهذا المستوى. تبارك الله على الناس المنظمين اللي كنحييهم واللي تنقول لهم فريمون طلعتوا لاباغ بزاف وهذا كيشرفنا وكيشرف كاع المغاربة. مهرجان بالوما على ما اعتقد كيتعتبر من المهرجانات الكبار والاوائل. المشاركه ديالي هنايا كانت غادي تكون كانت الدعوه في كانت غادي تكون في 2020 مع الصربه ديال الغزال، يعني كان غيكون جوج ديال السراب، ولكن بحكم ديك الساعه ديريكتومون بعد ما يعني ما تحدد بان المهرجان غادي يكون داكشي كان جات كورونا فكنحبس كلشي. وهاد السنه ايضا يعني كانوا غيكونوا جوج ديال السراب ولكن لدواعي غزلان اللي عندها الحق تقولها فتعذر عليهم، وبقات الصربه ديالنا هي اللي حاضره هنايا. هادشي كيشرفنا وتنقول للناس المسؤولين شكرا على الدعوه، شرف لينا وشكرا غزلان على المسانده ديالك ووقفه معنا وتبارك الله على الجميع. لا واش ما كتلقاوش شي صعوبه بما انكم الاكثريه كتلعبوا في محرك ترابي ديال التراب، واش ما كتلقاوش الصعوبه في المحرك بحال هذا اللي معشوشو؟ لا هو المحرك كتختلف افكتيفمون من الترابي العشبي، دائما يعني كاينين صعوبات، الترابي فيه صعوبات والعشبي فيه صعوبات، يعني كيبقى الحافظ الله يعني خاص الخيل تولف ونشد يكون شدان باش العود يولف داك المحرك والفارس يولف المحرك وكنظن اسبوع راه كافي على ان ما يجي فين اسبوع حتى يكون كلشي يولف وان شاء الله ما يكون غير خير. حيت اليوم الاول لاحظنا بعد السقوط ديال بعض الفرسان قلنا يمكن هذا راجع لسميتو النوعيه ديال المحرك، وهو فيما اي مهرجان مشيتي ليه ما شي كلشي غيبقى فوق العود. السقوط يعني راه الحوادث العرضيه راه كتكون في اي مهرجان في اي موسم، ماشي في موسم من غير موسم. لا هذا كيبقى يعني بزاف المشاكل كاينين في تبوريده من ناحيه الحوادث من ناحيه البارود المكحله العود، يعني كيبقى الحافظ الله والله يحفظ جميع البرديه والبرديات والله يسهل على الجميع الله يحفظهم يا ربي. السلام عليكم. تفضل تلوي. شكرا سي خالد. سؤال المقدمه، نبغيو نعرفوا مثلا المده ديال التاسيس ديال هذه الجمعيه ديالكم، يعني تقريبا شحال عندها من السنه هذا، وكيفاش كيكون يعني الجمع ديال الفارسات معكم في اي مناسبه؟ داكور. الجمعيه ديالنا من الجمعيات القدام، انا يعني كنت اعتبر من المقدمة تبارك الله اللي درت البلاصه ديالي ودرت البصمه ديالي هذه سنوات. الدخول ديالنا للميدان كان سنه 2004 بعد ما كنا كنزاولوا انا والاخت ديالي القفز على الحواجز. من بعد بدينا يعني كناخذوا ديك التجربه، بدينا كنتعلموا مع سراب رجاليه، بدينا كنعرفوا اصول تبوريده شنو هي، بدينا يعني كنتعلموا باش نوصلوا حتى حنايا ونديروا الصربه ديالنا. كانت تاسيس ديال الجمعيه سنه 2007،
الرئيسة ديالها سيدة سوية سويلي من هي الأم ديالي، تحت لواء جمعية النور للتراث والأصالة، فريسة النور. والحمد لله بدأت الانطلاقة ديال الجمعية في 2007 ومستمرة إلى يومنا هذا، وكنتمنى لنا التوفيق وجميع السراب المشاركة وجميع الفريسات. يعني السؤال الثاني تفضل اللي هو يعني كيفاش كيتم يعني جمع الفريسات في واحد المناسبه معينه؟ هو في البدايات ديال الصربه، يعني ساعه ما كانوش الفريسات بزاف، كنا كندربوا فريسات من المدينه، بالضبط من المدينه ديال قنيطره، بحكم الصربه ديالنا ديال قنيطره. داز الوقت، المهم بزاف ديال الحيثيات اللي داعي ندخلوا فيها. الحمد لله دابا عندنا صحاباتنا في جل ربع المملكه، واخا ان العدد ديال البرديات قليل وقليل بزاف وغادي كيقلال ماشي غادي كيكثر. يعني كنعرض على بنات اللي الحمد لله وشكر لله ما كيخيبونيش، برديات يعني اللي كيستاهلوا كلمه برديات، فارسات كيبغيو التبريضه وكيعشقوها وعندهم واحد الحب للبارود، كيعجبوني يكونوا معايا في الصربه، مولفين بعضياتنا بحكم ان هذا ماشي هو اول مهرجان نكونوا مجموعين. فهكا كيوقع، حنا كنعرضوا على بنات كيعرضوا علينا، وهكا كتكون المسيره. شحال العدد ديال الفريسات عندكم في المجموعه؟ والسن ديالهم ملي كيبدا وحتى لين كيوصل؟ السن ديالهم كيتراوح من 20 كنظن 30 سنه، 30 سنه، وكلهم دايرين بلاصتهم وكلهم تبارك الله عليهم، الله يحفظهم ويركبهم كل عز ويجيبهم زرطاء. الدخول ديالهم للعالم الفروسيه واش رغبه منهم او يعني ضغط من العائله باش انهم يدخلوا لهذا المجال هذا، بحكم ان هادشي كيكون عندكم موروث ضروري خاص واحد من العائله يخرج فارس ولا فارسه؟ هي ماشي ضروري، ماشي قاعده، ماشي ضروري، لان تيقول لك صادق حسن سابق، يعني انسان صادق في الميدان واخا ما يكونش سابق، فهمتي؟ شحال من فريسه بدات هي الاولى في عائلتها، هي الفريسات اللي معانا والديهم، اغلبيه والديهم عندهم خيل، والديهم كيركبوا معايا، مقدمه ديال مراكش اللي كتركب هي وختها وارثين هذا الشيء الاب ديالهم. معنا غزله الاخت ديالها اللي حتى هما يعني وارثين هذا الشيء ابا عن جد، بنات اخرى بقات هما وارثين هذا الشيء ابا عن جد، بنات ستات وكذلك كتركب مع باها وداك الشيء، يعني كلنا هنايا وارثين هذا الشيء على جدودنا، والحمد لله مفتخرين به وكنحاولوا نبينوا في احسن صوره ونعطيو حقه لانه كيستاهل. هذه رياضة وتراث مغربي ديالنا وأصيل اللي خصنا نحافظوا عليه، وخصنا نبينوه بصورة اللي كيستحقها ونعطيوه قيمته ونزيدو به القدام، يعني ما نرجعوش اللور، إلا ما زدناش به القدام ما كاينش باش نكملوه. طيب شنو الشرط ديال أن تكون سيدة أو فتاة تكون يعني فارسة بمعنى الكلمة؟ شنو الشرط؟ واش خاصها تكون شوية صحيحة؟ واش خاصها تكون مثقفة؟ واش خاصها تكون يعني وهي خير الأمور أوسطها؟ يكون شويه تبريده. شنو كتبغي؟ كتبغي العقل، ما كتبغيش القوه، ولكن كتبغي العقل، كتبغي التركيز، كتبغي الشجاعه، كتبغي الاصرار، كتبغي التحكم، كتبغي الشخصيه تكون قياديه، واخا ما تكونش قياديه مع تبريده غتولي قياديه. كتبغي يعني المواكبه، كتبغي الحب، الا كنتي كتبغي هذيك الهوايه كتبغي الحصان نفسه، فكون على يقين بانك غادي تمشي فيه بعيد. هنا فين قلت لك انسان صادق في الميدان، هذا هو صادق في الميدان، حسن شي واحد تيكون سابق كيف ما تنقول داخل مشترجم ولا غير هكا، كل يعني كتبغي تبرز على اصولها. الام ديالك لعبت واحد الدور كبير في النجاح ديالك، شنو الحوايج اللي استفدتي منها وامام المنابر الاعلاميه الكلمه اللي توجهي لها؟ الام ديالي كنظن سببها باش دخلنا للتبوريضه، لان حنايا انا والاخت ديالي كان من المستحيل عندنا في العقل
اننا نديرو تبوريضه. يعني كل ما كانت هي ما كنتوش غتكون هي اللي كانت كتبغي تبوريضه. حنا كنا كنديرو ليكيتاسيون لو سود اوبستاكل قفز على الحواجز، وهي دائما تابعه للمواسم. حنا ديك الساعه صغار يعني عندنا 9 سنين يعني عطاتكم داك الحب باش سنين وكتقولنا نمشيو معاها. هي كنقولوا لا ما نمشيو معاك، لا ما نمشيوش معاك، لا مي جا جا لو جوغ اللي ربي كتب. وايفيكتيفمون مشيت معاها انا الاولى قبل اختي، كنتفرجوا ياك عارضين علينا شي ناس، عارضين عليها هي شي ناس. مشيت معاها تما لصقت لصقه وحده. يعني انا تنقول لك واحد الحاجه اللي كتجيني غريبه، دابا انا شحال وانا في الميدان 20 عام، ولكن باقي كنشم هذاك الريحه ديال البارود والريحه ديال العرقه الخيل اللي شميتها هذيك اكثر من 20 عام. اول مره اللي شميتها دي اول مره، ديما كتضربني النيف. يعني هذيك اللصقه اللي مشيت ونباهرت بالسراب الرجاليه، ما كاينينش السراب النسائيه. كنشوف كتدخل المحرك كتحس بواحد الاحساس اللي فريمون سبيسيال. ما كنتش كنحسو انايا شغل اوبستاكل، كنقاز ولا كنجري ولا شي حاجه. مي فريمون كنت فرحانه بالتواجد ديالي في الركراكه، وكنوجه تحيه للام ديالي لان مسكينه ضحات ماديا، ضحات معنويا، صحيا، باش تنوض الصعوبه ديالنا، باش تعاوننا. ما كانت كتقولنا لا على حتى شي حاجه، سورتو ان هاد الهوايه كتخسر فيها اكثر من اللي كتربح. يعني ما كاينش واحد الربح مادي، كاين واحد الربح اللي هو نفسي معنوي، ولكن هي خسرات بزاف من صحتها، من رزقها اللي كنوجدها تحيه. يعني كلمات الشكر قلال في الحق ديالها. قليله. ولا ماما شكرا، هزيتي في بالنا كاع هاد المده وبقيتي معنا حتى لدابا، لان دابا الا ما كانتش الام ديالي كاع ما كان درنا قبل نمشيو شي مهرجان. فانا كنشكرها بزاف وكنقول لها الله يحفظك لينا والله يخليك لينا وتستمر الحياة. ايضا امل، رشيد كيف كتشوفي المشاركة النسوية حاليا في الفروسية التقليدية؟ واش باقي كيهيمن عليها الفارس الرجل ولا بدات كتاخذ داك المكانة ديالها؟ توازن زعما. التوردة النسوية ضعيفة التواجد. الأسباب هي قلة الفارسات، يعني ما كاينش واحد الحافز اللي كيخلي السراب تزيد تكثر، ما كاينش واحد التشجيع. كيف ما قلت لك هذه الرياضه اللي فريمون كتبغي الفلوس بزاف، كتبغي الماده بزاف باش تربي عود، باش يكونوا عندك لي طون كايدال، باش يكون عندك تروجه، ما ساهلش. هذاك الشيء كيجي بشويه وهذا كيخصو الماده. الوغ وما كاينش حافز اللي يخليك يعني تسلف وتكلف باش مثلا دير هذا الشيء. الوغ شنو كيعطي هذا الشيء؟ كيعطي كيقلالوا البنات، غادينو كيقلالوا على يعني واحد المده اللي كانوا البنات طلعوا فيها. دابا غاديين وكيقلالوا، بقاو فحال غير دوك القدام اللي فعلا متثبتين بالتراث وما قادرينش يبعدوا منه، هما اللي بقاو فيه. سؤال للقيدة امل، شنو هما الاكراهات اللي كيواجهوا يعني السراب النسائيه؟ واش نتوما يعني ملي كتدخلوا المحرك وكيكون واحد الجمهور اللي هو كبير، واش ما كيأثرش عليكم كنفسيا الا في حاله ما مثلا كانت القرصه ماشي هي هذه؟ بالنسبه للقرصه اللي ما كانش هذيك في المحرك، هذا مشكل كبير كنتعرضوا ليه. علاش؟ لان كيف حل شتي البارح اللعب ديالنا ما كانش قل من اللعب اللي لعبوا الرجال، لان الرجال حتى هما طاحوا وحنا الحمد لله والشكر لله ودم فسقوط، ما كانش عندنا ضريب ديال الكحله وداك الشيء. الرجال الله يحفظ يا ربي تحفظهم يا ربي وتحفظهم لعوائلهم. طاحوا بزاف، حنايا عندنا ضربه فيها 10، ما عندناش يعني شي عود لا شي عود بقلو شي عود مناط شي عود، ما عندناش، ما كانش عندنا هذا المشكل ياك. باغ كونط الرجال كان عندهم هذا المشكل، ولكن ما ربما ما شافوهمش الناس، ما عطاوهم ما تبعوهمش، ما قالوش راه الرجال وقع. باغ كونط البنت تلالا غير شويه عود صافي كتنوض القيامه. علاش؟ انا البنات عليهم لا، ولكن كانت تشجيع البارح بالنسبه للبارح. كانت تشجيع الحمد لله. البنت كتشد العين بزاف، ها هي هزات، ها هي حطات، ها هي واش قرنات، ها هي واش خرجات، ها هي واش لعبات مكحله، ها هي واش قدرات على العود، ها هي واش ما قدراتش. يعني كي الجمهور كيدير ادق التفاصيل الفارسه. هذا ماشي كيديروا يعني عن يعني بواحد الحاجه اللي نيجاتيف، لا هو عن حب.
هو باغي يشوف، هو باغي يعرف، هو باغي يشجع، باغي يتاكد بان واو راه عندنا فارسات اللي تبارك الله كيديروا تبوريضه لواحد الرياضه محفوظه بالمخاطر، رياضه الموت، رياضه اللي ما كيديروها زعما غير سيادنا غير انا وانا، شكون اللي يقدر انه يهز سلاح ويجري بالعود ويخرج البارود. فانا كنوجه تحيه للجمهور بالوما ساكنه المحمديه اللي رحبوا بينا بزاف.